لو جالك دور فيه تلامس هترفضه؟ تلامس اللي هو ازاي؟ تلامس من انهي نوع؟ حضن. هتشيل واحدة وقعت على الأرض أغمى عليها في مشهد؟ لا الحاجات دي احنا يعني أوكي لو جالك دي طبيعية ماشي يعني. دلوقتي لو اتعرض عليك فيلم أو مسلسل هتحضن حد طالع فيه عم حبيب بقى رومانسي، هتعمل كده؟ لا. طب لو اتعرض عليك مشهد أنت ترفض بناتك يتفرجوا عليه، ما هو دي بقى اللي أنا دي اللي أنا كنت هكلمك فيها. يعني الواحد قبل الخلفة غير بعد ما خلف، ده بجد والله. يعني تحس ان في، حتى انت حاسه تحس ان في نضوج كده صح؟ انت كده ناضج؟ لا انا قصدي انه قبل لو جالي قبل كده كان هيبقى عامل ازاي؟ ان الواحد بقى بجد بيخاف ان ولاده دول لما يكبروا يعني يشوفوا حاجه من باباهم تضايقه، لاني والواحد برضو بيعرف ده بالخبره مع الايام. احنا برضو كنا بنجرب حاجات في الاول وبتاع، بس الحمد لله ما عملش حاجه. بس قصدي كان بيبقى يا ابني قول لا ممكن حاجه. يا ابني اخلص يا ابني قول لا ممكن. ما انت ما انا خايف منك. قول ليه خايف مني؟ لا مش ما انت لا تقول لي غلطت في حد وانا مش هغلط في حد. دي شخصيتي يعني، دي شخصيتي عايز ابينها بقى. لا مش هعمل كده. انت خايف منه ليه وبيعمل فيك ايه؟ لا اصل هو مخوفني جدا ان انا هغلط في حد او هو بيدور على الاجابه. انت بتقعد كتير تدور على الاجابه عشان بدور ان انا تبقى مظبوطه يعني ما تبقاش فاهم. خلاص انا مش بحب الحاجات دي. حضورك فرح أخت مصطفى خاطر بعد أسابيع من وفاة ابنك غلطة وندمان عليها ولا؟ بالعكس مكانتش غلطة خالص، ده كان سوشيال ميديا هجمتك جدا. ما هو ده الفكرة، إن هم تطولوا جامد جدا على الموضوع دوت وهجموا مراتي، في حين إن أنا أصلا قعدنا يعني تقريبا كان بعد شهرين من اللي حصل، مش أسابيع، كان بعد شهرين يعني. وبالعافية كان نفسي اطلع مراتي من أكيد. حاله الحزن اللي هي فيها، وكان ده اقرب اعتقد مناسبه بعد اللي حصل. فكنت قعدت كتير جدا اهيئها واحاول انا ذات نفسي عايز انا وهي نطلع من الموضوع دوت. فكانت كانت اقرب مناسبه، وقلت لها لو مش قادره تروحي بلاش، بس عشان احنا علاقتنا كويسه كلنا ببعض. فقالت لي لا بالعكس الناس ممكن يزعلوا لو انا ما جيتش، فانا لازم ابقى موجوده معاك واكيد مش هسيبك تروح لوحدك، وهحاول يعني برضو لازم الحياه اكيد هتستمر، فلازم واحده واحده يعني. قعدت فتره كبيره اقنعها انها تنزل، فلما نزلت وحصل الموضوع ده اتضايقت جدا 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 جدا، لان ما حدش ليه حق ان هو يتدخل في المواضيع دي خالص. ما حدش عارف ايه التفاصيل، محدش عارف ايه الحكايه. هل احنا بتواجدنا في المناسبه ديت ان احنا فرحانين يعني؟ هل الناس لما بتشوف صوره انا بتصورها وانا بضحك، هل انا اصلا سعيد من جوايا؟ اكيد لا، انت رحت تعمل واجب يعني. يعني الناس كانت قاسيه قوي في الحته ديت، وانا ساعتها كتبت. بتهتم اصلا بالكومنتات والحاجات دي؟ يعني ما بهتمش يعني فنيا، ممكن فين وفين لما تلاقي حد بيتكلم كويس من غير تطاول. بتهتم ان مثلا بتطول اكيد حتى؟ طبعا بتركز بيفرق معاك؟ مش بيفرق معايا، بيفرق معايا اللي عايز يشوفني احسن. انما الناس اللي بتتطول انا عارف ان هو اصلا متضايق مني، حتى لو عملت حاجه جامده جدا هو حابب التطاول، هو حابب ان هو يبقى بيعمل دوشه، هو حابب ان الكومنت ده يتشير، هو حابب ان الكوميكس بيغل من الحاجات دي كلها اكيد يعني. بس في النهايه في ناس محترمه، في ناس بتكتب رايها بادب، في ناس بتكتب ملحوظة الواحد بياخد باله منها وبيعمل بيها على السوشيال ميديا يعني. فالحاجات دي مهمة جدا، بس مبيبقاش ليك حق ان انت تتطاول على حد